ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. سعد المجرد يصل المغرب على متن طائرة خاصة. حل أمس الأحد 7 أبريل بالمغرب النجم سعد المجرد للاحتفال بعيد ميلاده وبعيد الفطر، وعلى متن طائرة خاصة وصل سعد المجرد إلى مطار مدينة مراكش قادما من باريس حيث يقيم منذ سنوات، ورافق المجرد عدد من أصدقائه الذين احتفلوا بعيد ميلاده على متن الطائرة. وانتشر على السوشيال ميديا فيديو يوثق للحظة وصول المجرد المدينة الحمراء، حيث بدا سعيدا بزيارته لأرض الوطن بعد مدة طويلة. وحرص عدد من المشاهير على تهنئة المجرد بمناسبة عيد ميلاده، ومن بينهم صفاء حبيركو ووالدته نزهر الركراكي وأسماء الخمليشي وآخرين. وفي سياق آخر، يستعد المجرد لإحياء حفل في مدينة بيروت بتاريخ 13 من أبريل القادم ضمن فعاليات تظاهرات فوروم دو بيروت.